أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاقات الصداقة المصرية الهندية التاريخية المتينة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن تعظيم حجم الاستثمارات الهندية في مصر. وخلال استقبال رئيسة الهند للرئيس السيسي في قصر راشتراباتي بهافان الجمهوري بنيودالي، أكد الرئيس السيسي أن الاستثمارات الهندية لديها فرصة كبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة في مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الإفريقية، مؤكدا على الترحيب الشعبي في مصر بالتعاون مع الهند وزيادة استثماراتها وأنشطتها التجارية. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن رئيسة الهند أعربت عن تقدير بلادها لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، وأشادت بالتجربة التنموية الناجحة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس السيسي في جميع المجالات والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها.